الله اكبر. السلام عليكم الخوت، كي دايرين بخير؟ كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم ان شاء الله الفلوق ديالنا غنبداو من واحد البلاصه اللي بلاصه صراحه هي زوينه وفي نفس الوقت اللي خايبه، غتكونوا شفتوها في المينياتير. مهم، مرحبا بكم في واتسوس، مرحبا بكم في قنطرة واتسوس. شوفوا الواد كيهاج، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كنت كنتمنى انا هاد الفيديو نشد كنت كنتمنى نشد الواد نشدو من الديبار من اللي كان جاي هاجم. مي دوماج كانوا طلقوه في الليل، عارفين القضية، عارفين بلادهم غادي يهجم، كلشي غيبغي يصور، كلشي غيبغي يهبط باش يتكيري ويصور اللحظة فاش كيكون الواد هاجم. مي دوماج طلقوه بالليل، ايوا الصباح داكشي هايج بزاف. المهم خليكم مع هاد المناظر ديال الواد، واحد الدراري فين قاطعين مساخر، الدراري مقويلة وما قاطعين، قطعوا الواد من هنا، قطعوا من هاد البلاصة، تما غادي تا وصلوا لفيها. فوالا واد سوس كتعتبر ثاني أكبر وأطول واد في المغرب من بعد واد أم الربيع. وصراحة هذا المنظر شحال ما شفناه، تقريبا من الشتا 2014 عمر الواد هجم حتى هنا، لدرجة أن الماء راه كيطلع فوق. كتبقوا معايا الدرجات، الماء راه كيطلع حتى للدرجة الثالثة كيطلع. وكتشوفوا معايا في هذا الفيديو، أنا غنلوح لكم هذا الفيديو واحد اللقطة منه، كنصور واحد الصديق ديالي، شوفوا الماء فين وصل، يعني راه وصل حتى للقنطرة، يعني بقى ليه والو ويطلع للقنطرة الفوق، بقى والو ويطلع للقنطرة، يعني الماء تبارك الله طاح داز الشتا بزاف. المهم نخليكم دابا، نمشي نطلع للدار دابا نتغدى، وغنهبط نمشي نصور، نمشي نضرب واحد الدوار في لاكورنيش، وغنصور معاكم الواد، ماشي الواد يا ربي، البحر ديال اكادير ومارينا اكادير. قالوا لي تما قضيه ولات مغيسه بزاف ودراو ناس، غنمشي تما ونصور ان شاء الله. يلا خليكم معنا نتلاقاو في لاكورنيش ديال اكادير. فوالا خوت، حنا وصلنا، ندير الكمامة ديالنا من القضية أكادير، شوية مزايرة شوية مزايرين في القضية ديال الكمامة، مزايرين شوية. المهم غنهبطو نتسركلو شوية في لاكورنيش ديال أكادير، ومن تما غنمشيو لمارينا أكادير باش نشوفو ديك القضية. قالو لي تما الدنيا متكرفصات بزاف، وغنمشيو نشوفو داكشي. الله يخليكم معانا. فوالا الخوت، هانتوما كتشوفو معايا، شوفو داكشي اللي لاح البحر، هاهو هو عاوتاني هنايا، كلشي هادشي لاح البحر، ولكن الناس المسؤولين فهمتي جمعوا هادشي وما خلاوش. هاهو عاوتاني غيبان لكم هنا، كلشي هادشي خرجوا البحر، كان هنا مرون، لأن فاش كيكون البحر هايج بزاف مع داك الشتا اللي داز مؤخرا، كان البحر هجم حتى هنا طلع عدد. أنا غنبارطاج معاكم واحد الفيديو، شوفوا الما فين وصل. هانتوما كيما كتشوفوا معايا، شفتوا الما ديال الما فين وصل، واش هاد العواد هادشي الزبل اللي لاح البحر شي في الله، ايوا هذا ما كاين. فوالا خوت، انتم كتشوفوا معايا ثاني عاوتاني هادشي لاح البحر. صراحة الدرونات قادية الدرونات، ولكن برافو على المسؤولين هنا بعدا من اللي كيجمعوا هادشي في قادتو. هادشي يعلم الله من يجي، راه لقيت هادشي، راه سبحان الله هادشي راه كيلوح الواد، الواد سوس يصور لي في الفيديو، الواد سوس هو اللي كيلوح هادشي، سبحان الله هو أصلا كيخوف في البحر، والبحر راه كيلوح هادشي طبيعي، انتوما كتشوفو. يلا المهم غنمشيو دابا نضربو دوار، جيت مارينا أكادير، ونشوفوها كي دايرة تاهي باش نختمو الفيديو ديالنا إن شاء الله. قبل ما نمشيو لمارينا اكادير الخوت، شوفوا معايا هاد الفيديو دابا، شوفوا مارينا اكادير كي دايره البارح، هادشي غير البارح، وحنا غنمشيو دابا نكتشفوها، شوفوها كي دايره دابا في صبحات اليوم، شوف سبحان الله دايره بحال كبيتي فيها املو. يلا خليكم معايا.
فوالا خوت، حنا جينا دابا لمارينا أكادير، نتوما كتشوفو معانا، غادي نمشي شوية، الحمد لله داك الزبل اللي شفتو البارح في الفيديو راه ملقاهش بعدا، نقاوه شوية بعدا، ملقاش داك الزبل، إيوا، نتوما كتشوفو معانا بالمناسبة بغيت نعرفكم على عزيز ولد خالد، راه تبارك الله راه رئيس ديال الباركو، وراه عرض علينا إن شاء الله نمشيو عدو العيون ولا الداخلة. الداخلة وكاينين الداخلة اللي فيها الحوت اللي غنتبرعوا فيه وغنمشيو تما ان شاء الله معاه، غنجلس تما شي سيمانه ماشي دابا، ولكن قريب ان شاء الله بما يتسخن الحال شويه ونديروا شي فيديوهات تما، نخرجوا معاهم للبحار ونشوفوا نصوروا لكم الاجواء كيفاش كيعيشوا البحارة، كيفاش كيخدموا وكيصوروا القوت ديالهم والرزق ديالهم. ان شاء الله تابعوا الفلوق ديال السي هشام ان شاء الله. اللهم امين. يلا نضرب واحد السركيله عاوتاني في المارينا هنايا، شوفوا الاجواء كي دايرين ونبارطاجيو معاكم مزيان. وسبحان الله البلاصه البارح كي كانت، شوفوا اليوم كي ولات، شوفوا الحمد لله تنقات، والبحر المار كان طالع حتى لهنا، كان طالع حتى لهنا، وكانت الدنيا مرونه، كان داكشي كيبان بحال املو. إيوا دابا راه الحمد لله تنقات شوية. فوالا الخوت، وصلنا للاخر ديال الفيديو، المهم قبل ما نختمو الفيديو ديالنا بغيت نقول لكم ان شاء الله ان السيمانه الجايه ان شاء الله غنحاول نمشي لليموزال الى وسانات. قالوا لي شي دراري تما كاين واحد الشله، ماشي كاين الشله ديجا مشيت ليه، ولكن شحال هادي مع ما طاحت الشتا ما صبات لا الشتا لا والو، شحال هادي ما طاحت في الشتا وشحال من الشله ما كاين. وان شاء الله نحاول السيمانه الجايه نمشي ليه نبارطاجي ونتصور فيه شي فيديو زوين ونبارطاجي معاكم من دار بطبيعه الحال. المهم الفيديو ديالنا غادي يسالي هنا، بغينا ندورو شويه مثلا، ولكن اكادير ما كنحملش نصور فيه شي فيديو، انه كاع الناس مصور فيه فيديوهات واغلبيه الناس جاو ليه ودايرين فيه وشايفين فيه. يلا المهم تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد عزيز الناس تاع
تهلاو تهلاو اليوم متنساوش ابوني بارطاجي يا الله تهلاو في راسكم باي.